أبو جدلة وأولاده في الورشة قضوا سنين يام، نحتوا على الأخشاب تفاصيل في بيوت كتير سايبة علام. وعم علي من 50 عام في المهنة دي صاحب هم، القيمة صنعت فن وذوق، تفاصيلها في الفرش مهم. والصنعة بتواجه صعوبات سببها تشغيل الآل، ولسه في ناس من دمياط في القيمة بالإيد شغال. عم أسامة، أيوة، أنا يعني سعيدة جداً 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 إن أنا بكلمك دلوقتي. وأنا مبسوط. وأنت مبسوط؟ أسامة مسعد جدلة. أنا كنت فاكرة باباكم اسمه الحاج ناصر. الشهرة شهرته بس الحاج ناصر؟ الحاج ناصر، لكن أنتوا هو اسمه مسعد أصلاً. اسمه مسعد في بطاقته. صحيح؟ أيوة. مين إخواتك ومقسمين الشغل إزاي في الورشة دي؟ يعني هو الكبير كان عامل الكبير السيد تاجر، واللي يرسم الشغل طلع أخوك اللي بعد سيد على طول. اللي بعد سيد على طول فنان بقى بيرسم. ايوه، يرسم الشغل ويرسم القيمه ويطلع ويفصله كمان على الخشب، يدقه برضه، يدقه على الخشب، يفتح الخشب الورد بس يرسم الاول الورق، بس يرسمه اول، يرسم ياخد المقاسات بتاعته اول. ها، مين تالت واحد؟ وانا واقف معاه في قلب الشغل اللي هو انت في القيمه. أيوة. برضه واقف معاه؟ لا، في النجاره. في النجاره؟ في النجاره. بس كده عندك سيد وطالع. كان هو عامل 2 نجارين واتنين قيمجيه وواحد نجار. وانت ايوه، نصر وطلعت في القيمه والاثنين بيرسموا. نصر مين؟ نصر اصغر مني. معرفوش خالص. ده عندك اخ اصغر منك؟ ده معرفوش. يا ده نسخه مني بالظبط. ويعني في تاجر واثنين قيمجيه، يعني لو قعد مكاني ما تختلفوش في حاجه الا في الهدوم بس. فعلا فعلا. وانتوا كلكم لسه شغالين في الورشه مع بعض؟ زي ما احنا شغالين. زي ما زي ما. مين زباينكم؟ ناس كتير من الدوله كلها. ها، من القاهرة يقولكم؟ من القاهرة ومن اسكندرية، ومعظم زبايننا في اسكندرية والقاهرة. انتوا متخصصين في ايه يا أسامة؟ في النوم والسفرة. أوضة نوم وأوضة سفرة. أيوة. ولسه في النوم والسفرة والأطفال. أطفال كمان؟ أيوة. ولسه ناس تشتري أوضة نوم كده بدواليبها بتسريحتها طبيعي. لسه زي ما هي؟ طبيعي طبيعي. ولا البلاكارات أخذت من السوق؟ لا لا لا، الكلاسيك زي ما هو. الكلاسيك زي ما هو. زي ما هو. حتى ليزبونه. في النوم. ليه زبونه في النوم وفي السفرة؟ ليه زبونه زي ما هو؟ السفرة طبعا. طبيعي، ليه زبونه زي ما هو. الزبون اللي بيشتري الشغل ما بيغيروش، بيحتفظ بيه في بيته، بيدور على الورش اللي زينا. صحيح. انما اللي بيشتغل على المودرن بقى اللي هي الحاجات الموضه كل سنتين بيغير، بيشتري من السوق ويغير بعد سنتين. صحيح. لكن الحاجه دي الشغل الستيل والفرنساوي ما ينفعش يتغير بالشقه. ما ينفعش. ما ينفعش. لو جبت حاجه زي فستان العروسه وبدله العريس كلاسيكيه. ايوه. موديلاتكم بتجيبوها منين؟ ممكن بيجي قطع من بره تبع مهندسين بنعمل عليها قطعه طبق الاصل. ايوه، بنعمل عليها. ودي طبعا تبقى اسلم دي بتبقى حاجه. لا، ما بتبقاش اسلم، دي بتبقى حاجه بقى لها عمر الافتراضي بتاعها بقى له 300 سنه ولا 270 سنه. صحيح. بيبقى عليها ختم منه جاي من وراها كده. ايوه، تمام، بتاريخها. أيوة. باسم اللي عاملها، باسم القيمجي اللي باسم النجار اللي عاملها. النجار اللي عاملها. ايوه. وتعرفوا تعملوا زيها بالظبط. الحمد لله طبعا. وبتاخد نفس الوقت بتاع عمرها. أكيد أكيد. أيوة. طيب، والحاجات لو في كتالوج مثلا أو في بطلع من كتالوج بقى، بس بحط تعديل شوية اللي هو روح المصلحة اللي أنا فيها. مش فاهمة. يعني ممكن دوران. ها. أنا بشتغل على دورانات معينة، استقلابات معينة بحطها على الصورة اللي أنا شايفها في الكتالوج، ما بعملهاش زيها بالظبط. ليه؟ يعني ما برسمش. ليه؟ عشان أطلع الروح اللي أنا بعملها. أنت عندك عيال يا أسامة؟ مين ولاد؟ معايا رحمة عندها 11 سنة ونصر 10 سنين. سميت نصر على اسم الحاج ناصر. الله. رحمة ونصر. رحمة ونصر ومغفرة ومكة. عايز نصر يكمل الشغلانة؟ نفسك؟ ها؟ هتحببه فيها ازاي؟ هو طلع لوحده. بيحب. بيرسم زي طلعت ولا لا بينجر زيك؟ ما بيرسمش، بيحب اللي انا بعمله، النجارة. بيحب اللي انت بتعمله. ايوه ايوه. اصل طلعت مسطرجي. يعني ايه مسترجي اصلا؟ مسترجي يعني مثلا اوري لحضرتك حاجه. والنبي وريني. ايوه، مسترجي بيرسم دي. الله، بس دي هو مصورها من على الانترنت. بس هو بيرسمها، هو يعرف يرسمها، هو رسمها وبيكبرها. ها، وبعدين ويرسمها قطعه صغيره ويكبرها بقى على النت عادي. وبعدين يعمل ايه بقى في كل وبعدين ده؟ وبعدين يرجع يعمل الحاجات دي بقى على حته خشب ساده زي دي. يجيب حتة خشب زي دي كده ويدقها، يطلعها مثلا زي دي.
يطلع بقى ينحت بقى. أيوة ينحت الخشب. أيوة ده. أيوة أيوة كله يدوي. أيوة يرجع بقى الأيوماجي بعد كده ينظفه بقى ويفتحه التفتيح. طب والورد اللي هو الرفيع في شغل بقى. عليه ورد وفي شغل في شغل زي الدواليب اللي إيهاب بيعملها. أيوة أيوة والرهاني فوق شغلها رفيع وجميلة. الخشب بيجي تركنوه الأول يا أسامة عشان التبخير. بفصل الخشب كده أشقه. لا إزاي تضمن إنه ما يلفش ما يعوكش لحد ما يوصل للدرجة دي؟ تشقه لحد ما يوصل للتخانة دي، لحد ما يوصل للرنة اللي رناها الوقت. دي سمعهاني كده الرنة اللي رناها دي. أيوة يبقى مفهوش مية. يبقى مفهوش مية. إنه ممكن أجيب حتة خشب الوقت فيها مية مش موجودة عندي بصراحة. ورناها كده هتنزل تعمل كده. ياه شوف أنا صدعتها إزاي في الأرض. أيوة تنزل تعمل كده لسه. لما اجي اشقها الدور وما اجي المها في قلب حاجه ولا حاجه لما اوزه كده، لما اجي الم الحاجه هنا فيها كده تروح مفتحه من بينهم، مفلقه من بينهم. وساعات اللحام اللي مش نضيف اللحام نفسه يروح فاتح لان الخشب مش ناشف. الخشب مش ناشف، انما انا افصل الخشب واسيبه يتهوى 3 أشهر شهرين. يعني مش شرط ان انا اجيب الخشب من عند الخشاب اقطعه واشتغل فيه على طول، لا أنا أجيب الخشب أطلع منه المقاسات اللي أنا عايزها وأرجع أعمل فيه إيه؟ أسيبه في الشارع أدخل وأخرج فيه كل يوم. كل يوم أدخل وأخرج فيه لحد ما الخشبة توصل لدرجة معينة في رزعتها كده تبقى اسمها كثافة. كثافة الخشب وصلت إن هي نشفت ولسه فيها نسبة رطوبة، تحافظ عليها ما تسوس. الرطوبة دي مطلوبة. لأن الرطوبة دي مطلوبة، لأن لو شلتها خلاص بقت هشة. هشة أي نقطة ما تيجي عليها تعمل بكتيريا، البكتيريا تعمل سوسة. السوسة تخلي الزبون يشد في شعره. طبعًا. لأن هي بتبقى في الشقة بتعمل زي حالة سارة على الله أكبر. طبعًا. هي مش على قد بتاخد الشغل. تخش هي زنتها والناس نايمة وحشة أوي. قصدك إن السوسة تطلع صوت؟ السوسة لا معقولة؟ مجرد الإنسان نام كده وجنب ودنه تزن على طول. تفضل عاتية زنة. أستاذ أسامة عندك وحد صنايعي بقاله كتير من ايام والدك ولا كل الصنايعيه جداد؟ لا الصنايعيه اللي موجوده ممكن عم السيد ده موجود من فتره. عم السيد قديم؟ موجود من فتره. تعتبر نجارة القيمة واحدة من أهم الحرف التراثية القديمة من بداية النقش على الحجر والخشب لحد ما بقت تستخدم في كتير من الزخارف والأساس المنزلي القديم. ارتبطت صناعة الموبيليا بالقيمة في دمياط، ومن خلال أدوات معدنية لها يد خشبية بيقدر القيماجي إنه يحول أي قطعة خشب لأشكال فنية بالحفر عليها. يستخدم القيماجي أنواع مختلفة من الأخشاب زي الزان والسويد والبلوط والأرض، وتعتبر القيمة المرحلة اللي بتسبق عملية الدهان والتشطيب مباشرة. شارع عبد الرحمن، ومدان الشهابية، وشط جريبة، ورش مفتوحة 24 ساعة لاستقبال كل أهالي محافظات مصر اللي بتدور على الأصالة والصنعة والتحفة الفنية في نفس الوقت. عم سيد. ايوه. انت بقالك كام سنه نجار؟ 54 سنه. 54 سنه؟ ايوه. ما شاء الله ربنا يديك طول العمر يا عم سيد. ابتديت امتى يعني؟ انا عندي 7 سنين. طب اشرح لي يا عم سيد ده ايه؟ يعني الضرفه دي هتبقى ايه؟ دي ضرفه. ضرفه ايه؟ ضرفه بوفيه. ضرفه بوفيه. كويس؟ دي اول مراحلها خالص. ده خشب ايه يا عم سيد؟ ده خشب فنلندي. يعني ايه؟ من فنلندي. زي موسكي يعني؟ موسكي. وخشب زان. والزان هو العظم. العظم موسكي والعظم زان. والقلب موسكي. ايوه صح؟ صح. طيب ادي اول مره بنشتال بقى نجيب دي. ما شاء الله. دي القشره ملزوقه عليها. المرحله الثانيه للقشرجي بقى. يلزقها القشرجي. يلزقها القشره دي. دي قشره ايه دي؟ ارو ولا ده ايه؟ ده قشره بابونجي. 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 اللي بيلحمر ده. ايوه بابونجي. وكله ملزوق قشره. كله قشره بابونجي زي ما انت شايفه كده. ها ماشي. اجيبها انا من تحت ايد القشره جاي اظبط الحلقات دي يعني
واحط لها ارباع هديه. فالقشره معلش معلش شويه تفاصيل. اتفضل. القشره بقى بتخليك ما تعرف ما تميزش فين الموسكي من فين الزيت. لا خلاص العظم لا. والقلب كله بقوا ميه واحده خلاص بالبابون. وانت بقى بتشتغلي بتعمل بقى ضمير بقى هنا ان انت بتشتغلي زان وموسكي. بعد كده بتركب الحليه دي، الحليه دي زان برضه. زان. حد خراط عملها لكم على المكنه؟ لا احنا بنعملها على المكنه. انتوا برضو هنا داخل يعني ما تشتريش الحليه جاهزه، انت لا اللي عاملها. انت ده شددها على المكنه. على الحلاه بايدينا احنا. بعد بقى بعد التقفيل دي نحط لها ايه؟ نجيب دول كده. على دي لسه طبعها. في حليه ثانيه في النص. الصوره دي هتعملها كده وهتطبقها. أيوه. بقى مش هتبقى وحشه كده طبعا. لا ما هي لا ده بس بوريك الشكل لسه. بس ها. وبعدين وبعد كده بقى ادي تتوقع فيها بقى الحليه بقى بتاعتها النحاس الشيك. ودي دي تبقى ضرفه كده كامله. دي صبه ده الصبه ده نحاس ده. ايوه نحاس بس الاورنيك بتاعه تلاقيه من فرنسا ولا حاجه. بيجي من بره وبيجي وبيصب بس صابينه في مصر بقى. بنديله حته يصب عليها. ممكن درج كده يا عم سعد نشوف المتانه في الدرج النجار الامين في شغله يعمله ازاي؟ ها وريني. ده ايه بقى؟ ده لسان عصفور. لسان عصفور؟ زي الشوربه كده. ماشي. لسان عصفور نشرحه وننقر له في الوش. تنقر له في الوش؟ عشان يخوش على بعض. عشان يخوش على بعض. ايوه. اللي ما عادش ينفع يتفسخ الا اذا اتكسر. مغري بقى ولا متمسمر؟ مغري. متمسمر ومغري. ومغري. طب ايه ده مثلا؟ ده برواز بس ماليش كمال. يعني ايه؟ اقول لك اهو. بس برضه وريني اللقم اللي بتخش في بعضها. دي بتيجي كده؟ ايوه. اهي. ده اللسان ده؟ ايوه. يبات هنا؟ بقت كانها حته واحده اما يتغري وتشد على بعضه. وايه بالادوات بقى دي بتعمله كده؟ دي ايه؟ ايوه. دي اللي بتمسك الحاجه دي بتمسك بس بيبقى لها استعدادات يعني. ايوه تمسك الحاجه بالمقاس المظبوط. أيوة. تغري وتسيبه. نغيري ونسيبه يتخدم في مكانه عشان ما يتفتلش ولا يصيبه حاجه. يفتل يقلب كده. ايوه لازم يتخدم زي ما محطوط كده علشان ما يصيبوش اي حاجه في الدنيا. بعد ما ينشف نفكه بقى ونكمل شغله. شكرا يا عم سيد. ربنا يديك طول العمر والصحه. حسنت البركه يا استاذ. الله يخليك. شرفنا بك. الله يخليك يا عم. الله يبارك. الله يخليك. صباح الفل يا عم علي. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. انت بقالك كام سنه قيماجي يا عم علي؟ بقالي 48 سنه. حد من عائلتك كان نجار او قيماجي او ايه؟ لا هو انا عندي يعني تعتبر اول واحد قيماجي في العيله، وبعد كده بقى يعني توارثوا في عندنا مثلا مجموعه برضه في العيله قيماجيه. بقوا قيماجيه من بعد ما انت بقيت قيماجي؟ من بعد ما انا بقيت قيماجي حببتهم في القيمه يعني. طب عايزك توريني كده انت بتستعمل الات ايه وانت بتعمل شغل البلاكرات اللي هو الرقيق ده؟ هو بيبدا مثلا بالرسم ان انت بترسمي الحاجات دي كده. بترسم عادي خالص. وبعدين بعد كده بتنفذيها بقى باللي هي الحاجه اللي هي اللي زي اللي ده ايه الاله دي؟ اللي هي المتلوته ديت. ده حاجه متلوتة. في ده في العده دي اللي هي دي زاويه. دي سبعه كده اللي هي بتشتغل مثلا او بال او مثلا بالمدقه مثلا. يعني حاجة 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 كده لحد ما توصل لحد لدي؟ ما توصل للشكل ده. يعني الوردة دي تقعد قد إيه تعمل فيها مثلا؟ ده ممكن يعني تقعد فترة مثلا ممكن نص يوم مثلا. نص يوم تعمل في دي بس؟ وممكن تعدي النص يوم. أنت تميز شغل قيماجي وقيماجي؟ هو هي القيمة برضه فيها خطوط يعني بيبقى زي رواح كده يعني مثلا في واحد ليه خط، الخط ده بتاع فلان. أو زي يعني ده رواح اللي هو راح القيمة ده اللي هو اللي راح القيمة ده رواح مثلا الحاج سيد مثلا وده رواح مثلا إيهاب كده يعني. ده شغل بمزاج يا عم علي؟ لا هي شغلة مزاج بس هي شغلة فن يعني. هو لو الواحد متضايق شوية أو ملوش مزاج يشتغل مش هيعرف يطلع شغل. عكس شغلانات تانية ممكن الواحد متضايق مش متضايق هو بيشتغل وخلاص يعملها. لكن دي لازم يبقى لا مبسوط. لا ما هي شغلة يعني. هي فن ماهيش اكتر. هي شغلة فن ماشي يعني. في ناس بيشتغلوا في القيمه بس قيمه بس يعني هو اسمه قيماجي. انا هسيبك يا عم علي وارجع بقى لعم اسامه ادور عليه. كلمتك
كان يوم جميل يا استاذ اسامه والله العظيم. والله احنا اتشرفنا بيكم. يوم جميل في الورشه بجد بتاعتك. بجد اتشرفنا بيكم كلهم والله. يعني عم علي وعم سيد وانت. شكرا، ده من ذوقك. حسن صنع، دمكم خفيف الحمد لله، وناس لطيفه الحمد لله، وذوقكم الاهم، صنعتكم زي الفل وذوقكم زي الفل الحمد لله. الحمد لله مبسوط، ده من وانت فضل ربنا كله. بجد بجد من فضل ربنا كله. مبسوط وانت اخر اليوم كده وانت مروح الساعه 9 ولا الساعه 10 وانت قافل كده، مبسوط من الحاجات اللي انت عاملها؟ بروح بستطعم باللقمه اللي باكلها وبنام. انت عظيم يا استاذ اسامه، جدا 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 يعني. طب بص يا رب يا ساره تكوني عملتي صوره حلوه عشان اسامه ما يتريقش علينا. وريني حلوه قوي. جميل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كتر الف خيرك والله. والله تسلم ايدك فعلا، فنانه صح، فنانه والله، كتر خيرك. ارسم بفن وذوق وخيال، وانحت على الأخشاب فنك، طول ما انت من قلبك شغال شغلك هيتكلم عنك. الناس تقول عنك قسطة، بس انت من جواك فنان، والفن مش محتاج واسطة علشان يغير شكل مكان. الفن عايز عين بتشوف وتقدر المنحوت بإيديك، في فن بتشوفه بقلبك قبل ما حتى تشوفه عينيك.